الو الو الو، ايوه ايوه فين؟ ايوه مساء الخير. زي الحمد لله تمام، ازيك انتي؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ممكن اقول لك؟ ممكن جدا. طيب كام سنه؟ 20 سنة. مرتبطه؟ بس انا كنت مخطوبه من 8 شهور، كنت مخطوبه لدكتور وكده، فرق بيني وبينه 12 سنة. بس حصل مشاكل وفتحت الخطوبة ورجعت تاني. بس لما رجعت بقى أسلوبه وحش جدا، بقيت يشتم يعني بعض الأحيان قبل دلوقتي. ما تفسخي الخطوبة ما كانش بيشتم؟ لا، كان يعني بيزعق على طبيعة عادية، لكن لما اتحال عليا ورجعت وكده طب خليني بقى يشتم. اسألك، ليه فسخت خطوبة او مين اللي كان السبب يعني؟ أنا ما كانش موافقين عليه في الأول، عشان فرق السن، وعنده 30 وأنا عندي 20. فأقنعتهم وكده ورجعت تاني. لما رجعت بقى بيشتم وبيهزقني بيهزقك ليه؟ يعني بأي سبب؟ من غير سبب. أنا حاجة بيقول ألفاظ حلوة، ممكن يبقى واقف قدامي هيمد إيده مثلا، إن هو يضرب، بيغلط كتير أوي. يضربك بالقلم مثلا؟ لأ، هو يعني كذا مرة حاول إن هو يعملها، يعني حقيقي بيقول ألفاظ مش حلوة خالص. طب بصي، ما هو مفيش حد عايز يعني هيقول ألفاظ كده إلا لو أنت استفزتيه. لا، مش استفزيته، مواضيع عالية جدا، مواضيع أي حد مواضيع بيتكلم زي ايه؟ فيها، معلش، مواضيع زي ايه؟ عايز مواضيع عادية لها علاقة بالشقة، لها علاقة بالشغل. وكل ما اجي اساله حاجه عن الشغل يقول لي انت مفيش دعوه، في حاجه بتخص فيه. انا عايز واحده تخدمني وبس، عايز واحدة ايه؟ واحده تخدمني وتشوف الدكتوراه بتاعتي والكلام ده. اجي اساله على اي حاجه يقول لي لا، وانت مالك، انت ايش فهمتي، انت معامله وحشه جدا. طب انت في كلية ولا في ايه بالظبط؟ في كلية، في كلية زيه كده، كلية قمة يعني ولا كلية عادية؟ كلية عادية. مع ان انا شايف ان كل الكليات عادية، مش حاجة اسمها قمة وعادي. لا، كلها عادية. بصي، هو من الواضح يعني، طب معلش اسألك سؤال تاني، مين فيكم اللي في الأول قال أنا هسيب التاني؟ ما انتوا بتقولي سبتوا بعض ورجعنا لبعض تاني. الأول حصل خلافات بيني وبين أهله في موضوع الشقة والكلام ده، فأوريدي قالوا خلاص ما فيش نصيب وكده. أهله هم اللي قالوا ولا أهلك هم اللي قالوا؟ هما أهلي هما اللي قالوا، آه. ورجع يعيط وفي التليفون وأنا عايزك أوكي. ورجعت مامته بتعمل معاملة وحشة أوي بعد ما رجعت، وأخواته، هو من أقل كلمة أنت زبالة، أنت مش عارفة إيه، ألفاظ كتير أوي كده. وأختي تشتم برضو، مش عارفة بصح. ايه، العيلة كلها طلعت شمال كده ولا ايه؟ العيلة كلها بتشتم؟ بصي، من الواضح ان انت لما سبتيه وحصلت المشكلة بتاعت الشقة ولا او الشقة والحكاية والرواية، خدوا الموضوع على كرامته، موضوع كبر جواه، فلما رجعتي بقى يعني عايز، زي ما يكون عايز ينتقم، او جواه حاجة اتصابت اتجرحت، فكان رد فعله زي ما انت بتقولي كده. انما كون ان هو ينظر لك نظره دونيه كده على انك ما بتفهميش حاجه وانت ايش فاهمك، انا عايز واحده تخدمني، انا ايه نوع الجوازه دي؟ ايه شكل الجوازه دي هيكون؟ ايه نوع المعامله اذا كنت لسه خطيبته؟ يعني ممكن تقوله تاني انا مش عايزاك ويرجع يعيط لك تاني زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت قلت له مش عايزاك، قعد يعيط وعمل مشكله. طب طالما انت عارف، ايه اللي يخليك ترجع تشتم وتقل ادبك وتغلط وتزق وتنغز وكده؟ طب ما انت عارف انها ممكن تسيبك في اي لحظه. امال لما يتجوزك بقى ويبقى عندك منه ولا، تعمل فيكي ايه؟ هيديكي بالجزمه عشان تبقي عارفه، وما يغركيش انه دكتور ولا مهندس ولا عالم ذره حتى. مش قاعده، دي اخلاق. بصي، هقول لك حاجه، لو ما قدرتيش توقفي الانسان ده عند حده ويبقى عارف في اي لحظه، في اي لحظه حتى لو عندك منه 6 عيال، ممكن تسيبي له الدنيا كلها وتمشي، لأن ده مش هيتعلم بسهولة، وإنه لازم يحترمك ويحترم نفسه. أنا ما أعتقدش إن أنت هتتحملي في الجواز أكتر من 6 شهور، ده لو أنت بطل يعني، لأن بعد اللي أنا بسمعه ده أعتقد في شهر العسل هتكتلك جزء لام كل يوم، بعد شهر العسل هيبقوا ألمين على شلوتين
والموضوع هيخش في متاهات اكبر من كده. الراجل اللي ما يحترمش مراته وما يحترمش الانسانه اللي بيحبها يبقى ما بيحترمش نفسه، والراجل اللي ما بيحترمش نفسه يبقى راجل مهزأ، والراجل المهزأ ما ينفعش نعيش معاه، لان بما انه مهزأ هيهزأ اللي حواليه لانه هزء اساسا.